السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف كتشوفوا فيديو اليوم هو فيديو اللي ما غاداش نقدم لكم فيه شي وصفه ديال الطبخ، وانما هو واحد الفيديو اللي بغيت نقدم لكم فيه واحد الشكر كبير على الدعم ديالكم الكبير ليا. داكشي قلت علاش لا يكون اول ظهور ديالي على القناه باش نقدم لكم الشكر وشكر ومحبه كبيرة لكم، حاصل معكم الفرحة ديالي ديال القبول ديال القناة ديالي مع شركاء في برنامج شركاء اليوتيوب. نقدم لكم في هذا الفيديو بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال النصائح والتجربة ديالي اللي دوزها مع اليوتيوب. واحد باغي اولا ناوي يدير قناة، شنو هما المراحل اللي تابعينه، شنو هما الحوايج اللي خصو يكون عارفهم، وغنشارك معكم حتى الدخل شحال كيكون الدخل بالنسبه ملي كيكونوا مشاهدات، بالنسبه ملي كيكونوا مشاهدات، حيت هذا اكثر سؤال كيطرحوا على الحاجه. الفكره ديال نصايب قناه في اليوتيوب عمرها ما جاتني على بالي، ما نكذبش عليكم، يعني حتى واحد النهار كنت جالسه ما هي ما بيا، حتى قلت علاش لا ما نديرش قناه على اليوتيوب، خصوصا وانا يعني من المحبين ديال الطبخ او لا عندي هوايه ديال الطبخ. قلت علاش لا هذاك الشيء اللي كنصايبو لداري علاش لا ما نشاركوش مع الناس، وان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. والحمد لله مع الوقت يعني كنتلقى بزاف ديال الدعوات، كنتلقى بزاف ديال الشكر من الناس اللي ما كانوش كيعرفوني ولاو كيعرفوني، خصوصا وانا واخا ما كنبانش يعني في الفيديوهات ديالي. وهذه من بين الحوايج اللي كنت يعني كنتلقاها، كيقول لي علاش ما كتبانيش في القناه ديالك، الناس اللي كيبانوا في القناه او دغيا اكثر من القنوات اللي ما كيبانوش فيهم. ولكن انا ما نكذبش عليكم، كنقول بان المحتوى اللي كنعطيه هو محتوى ديال الطبخ، يعني انا ما عنديش لاش نبان بحال هكا الا بنت مره. بالنسبه ل 1000 مشترك و 4000 ساعه كانت كي قلت لكم صعيبه وصعيبه بزاف. بديت في الاول يعني كنعطي القناه ديالي الاصدقاء ديالي والعائله ديالي المقربه، وهما وكنقدم لهم واحد الشكر بزاف، حيت هما اللي كانوا كيدعموني، هما اللي كانوا هما اللي كانوا كيقولوا لي غير زيدي ماشي مشكل، واخا صعيب غير شويه دقه دقه وحتى توصلي. والحمد لله واخا مازال ما وصلناش لشي حاجه اللي كبيره، ولكن هذه في حد ذاتها كتبقى واحد الخطوه اللي صعيب اي واحد يوصل. بالنسبه ل 1000 مشترك كملتها في 6 ديال الشهور. انا حليت القناه ديالي اولا حطيت اول فيديو في القناه ديالي كان في 17 في شهر 3 2020، اول فيديو كنت حطيت لكم. ومن بعدها كيف قلت لكم كان صعيب بزاف انني نجمع هذيك 1000 مشترك و 4000 ساعه كيف كيقولوا كيجمعها غير الفم، ومع المثابره ديالي ومع الصبر. الانسان خاصو يصبر في الاول باش يوصل للحاجه اللي كيبغيها. بزاف ديال الناس تيقولوا لك ان ديري فيديوهات اللي تكون طويله. انا كنشوف بان الفيديوهات اللي كتكون طويله يعني كتجي ممله، لانهم يتفرجوا وما يملوش من الفيديو ديالي، خصوصا وانا مازال يلاه مبتدئه. بالنسبه للحوايج اللي بغيت نحضر منهم الناس اللي عندهم قنوات او اللي باغين يديروا قنوات، واخا انايا مازال يلاه مبتدئه، ولكن يعني يعني بهذه الخبره ديالي الصغيره ديال 9 شهور عرفت بزاف ديال الحوايج، والحمد لله استفدت بزاف ديال الحوايج من الفيديوهات اللي كنتفرج فيهم، وباش نعرف بزاف ديال الحوايج اللي ينفعوني في القناه ديالي. من بين هاد الحوايج الفيديوهات اللي تيكونوا فيهم حقوق الطبع والنشر، او الموسيقى اللي كيكون فيها حقوق الطبع والنشر. هاد حقوق الطبع والنشر هو انك تاخذي شي فيديو اللي ماشي ديالك وديريه في القناه ديالك، هادو من بين الاسباب اللي كتخلي ان القناه ديالك يرفضوها لك اليوتيوب، حيت يعني حيت كيكون المحتوى ماشي ديالك. قلت لكم فيديوهات اللي مخله بالدين او لا فيديوهات اللي كيكون فيهم العنف، حتى هما من الاحسن الانسان انه يعني يبعد على هذا النوع من الفيديوهات. قلت لكم الا كنتو كتبغيو الحاجه اللي كتعطيو كيف ما كانت في اي مجال، سواء في الطبخ سواء في الاعمال اليدويه سواء في الخياطه، في اي مجال كنتو كتبغيو غادا تعطيو منو داكشي، غتعطيو فيه بزاف وغتعطيو فيه من قلبكم، خصوصا بانه اليوتيوب ماشي ساهل حيت غادي تتعبوا فيه بزاف بزاف في الاول. خاصكم ديروا خاصكم تصوروا الفيديو، ما يعني بالنسبه للفيديو ما فيش غير التصوير، خاصكم تصوروا الفيديو، خاصكم وقت
باش تصوروا الفيديو، الوقت باش ديروا المونتاج للفيديو. المونتاج خاصكم تتعلموا قبل شي برنامج ديال المونتاج اللي توليو كتعرفوا ليه مزيان عاده باش تبداو ديروا في الفيديوهات ديالكم. خاصكم تدخلوا برامج باش اللي توليو تعدلوا بهم الصور، اولا ديك الصوره المصغره اللي كتكون في الاول ديال الفيديو خاصها هي تكون صويره اللي زوينه، ولان الصويره اللي كتاتيغي المشاهدين، والصويره اللي تكون نقيه باش الناس يدخلوا عندك ويشوفوا الفيديو ديالك ويتبعوك ويعجبهم المحتوى ديالك. خاصك ديري عنوان اللي يكون عنوان اللي حتى هو يكون فيه كلمات مفتاحيه او كلمات اللي كيقلبوا عليها الناس باش يولي يطلع لهم الفيديو ديالك، باش يولي يطلع الفيديو ديالك في البحث. خاصك كلمات مفتاحيه اللي حتى هي ديريها في الفيديو ديالك، المراحل اللي خاصهم يداروا قبل ما تحط الفيديو على اليوتيوب. كيف قلت لكم انا الحمد لله اليوم كملت يعني كملت الشروط وتقبلت لي القناه ديالي من بعد 9 ديال الشهور. 6 شهور الاولى كملت فيها المشتركين اولا لي زابوني، و 9 شهور كامله هي اللي كملت فيها 4000 ساعه. من بعد ما كتكملوا 4000 ساعه كتلقاو في القناه ديالكم انكم كملتوا الشروط وانكم خاصكم تدوزوا لواحد المراحل باش تشوفوا القناه ديالكم واش غتقبل ولا ما غاديش تقبل. بالنسبه لهاد المراحل هما 3. المرحله الاولى اللي كتكون سهله وكتدوز في دقائق تقبل البنود وتقبل الشروط ديال اليوتيوب. هاد المرحله كي قلت لكم كتدوز في دقيقه انكم خاصكم تقبلوها وكتفوتوها. من بعد ما كديروها كينزل لكم اوتوماتيكمون المرحله الثانيه. هاد المرحله الثانيه اللي هي فيها الضبط ديال القناه ديالك مع حساب جوجل ادسنس. بالنسبه اللي غيسولني على شنو هو حساب جوجل ادسنس، هاد الحساب كديروه ملي كتبغي، ملي كتقربي تكملي 4000 ساعه و1000 مشترك، ملي كتقربي تكمليهم تصايبي واحد الحساب اللي سميتو حساب ادسنس. هاد الحساب هو اللي غادي يوليو يوصلوا فيه الارباح. بالنسبه للمراحل ديال هاد الحساب كيطلبوا منك المعلومات الشخصيه ديالك اللي خاصك ضروري ديريها تكون صحيحه، وانها تاخديها من وانه تاخديها من البطاقه الوطنيه ديالك، مثلا الاسم والنسب والعنوان او الادريس والكود بوستال ديال المدينه اللي انت فيها والمدينه اللي انت فيها ورقم الهاتف ديالك، حيت هاد المعلومات هي اللي غادي يصيفطوا لك فيها في الاخير الكود ادسنس. لهذاك الكود اللي هو بواسطه ديالو غادي تقدري تستلمي الارباح ديالكم. انا نهار الاربعاء لقيت بانه يعني كملت الشروط ديالي مع 3 ديال العشيه القناه ديالي مع حساب الادسنس. وهاد المرحله كتطلب من ساعات الى ايام يعني على حسب القناه ديالك وانتيا وزهرك. ربطت القناه ديالي مع 3 ديال العشيه وكيبقى هما كيشوفوا واش كيقبلوا القناه، واش غيقبلوا هذاك الحساب الادسنس ديالك ولا ما غاداش يقبلوا. يوم الخميس مع 9 ديال الصباح بعد ما فقت، اول حاجه درتها هي قلبت التليفون ديالي وشفت هذيك المرحله واش تقبلات ليا، والحمد لله لقيتهم بانهم دازوا ليا من المرحله الثانيه للمرحله الثالثه اللي هي المرحله الاخيره. وبالنسبه للمرحله الاخيره هي اهم خطوه اللي هي كتبقاي تسناي تشوفي واش غادي يقبلوا لك القناه ديالك ولا ما غاداش يقبلوها لك. كيف قلت لكم خاص القناه ديالكم ما تكون فيها حتى شي غلط، ما يكون فيها حتى شي فيديو ديال حقوق الطبع والنشر، ما يكونش فيها شي حاجه اللي ماشي ديالكم ودايرينها فيها باش تقبل لكم القناه. بالنسبه لهذه المرحله هما كاتبين بان هذه المرحله بعد ما غادي تسالي غادي يصيفطوا لك هما واحد البريد الالكتروني في الايميل ديالك على تقدر تبقى حتى لشهر، يعني على حسب المحتوى اللي دايره على حسب الفيديوهات اللي انت حاطه هما اللي غادي يمكنوك هما من واش القناه ديالك تقبل لك دغيا ولا ما تقبلكش دغيا. وكنتفاجئ مع الوحده ديال الاشياء في يوم الخميس انهم صيفطوا لي ايميل قالوا لي مبروك عليك ان القناه ديالك تقبلات وانك وليتي مشتركه معنا في برنامج شركاء اليوتيوب. بالله القناه ديالي تقبلت لي تقريبا في سوايع قليله، ما كاملاش 5 سوايع القناه ديالي تقبلات. هذا يعني فضل من الله وكنحمد الله وكنشكره.
ومن بعد هذه المرحله خاصني نبدا ندخل كل فيديو بوحديتو ونبدا ندير فيه الاشارات باش يبداو يدخلوا لي عليه الارباح. وكيف كتشوفوا انايا تقريبا غضون 9 ديال الشهور درت 63 فيديو. بالنسبه للناس اللي كيفكروا انهم يديروا قناه اعلان نقول لهم هذه المراحل كامله باش يكونوا عارفين قبل شنو خاصهم يديروا وشنو المراحل اللي تابعينهم، حيت انا من يلاه بديت ما نكذبش عليكم ما كنت كنعرف حتى شي حاجه، ولكن كنقلب كنقلب كنقلب. كيف ما شفتوا الفيديو اللي كنت حطيت اليوم راه بداو كيظهروا فيه الاشارات، هذا دليل على ان القناه ديالي تفعلت ليا وان تحقيق الربح بدا فيها. ولكن مازال متابعيني واحد جوج ديال الخطوات اللي حتى هما ضروريين بزاف. الخطوه الاولى اللي هي الخطوه اللي خاص نحققوا فيها 10 ديال الدولار. 10 دولار كيصيفطوا لك واحد لوكود اللي هو كود ادسنس. هذا لوكود كيف قلت لكم في الاول هو بواسطه ديالو هو اللي كيبداو كيجيونا الارباح اللي كنديروه مع لوكود بونكير، وكيبداو يصيفطوا لنا في الارباح سيمانه اولا جوج سيمانات كيصيفطوا لك هذاك لونفلوب اللي فيها لوكود ديال ادسنس. بالنسبه لهذاك لوكود ديال ادسنس كاينين بزاف ديال الناس اللي كيلقاو معاه اللي كيلقاو فيه مشكل، كتقدر هذيك لونفلوب ما كتوصلهمش للدار، تقدر تكون الادريس غلط، يقدر الفاكتور انه يديها لشي دار اللي بالغلط. داكشي علاش قلت لكم ملي تكونوا كتصايبوا في الحساب ديال ادسنس تكتبوا المعلومات ديالكم كيف ما مكتوبه في البطاقة الوطنية. هذا نجي للسؤال اللي كيسولوني بزاف ديال الناس، هاجر شحال غادي يولي يجيك في الشهر؟ بالنسبة لهذا السؤال راه يعني ميمكنش انك تحدد. بالنسبة ليوتيوب ما كيصيفطولك المبلغ او الارباح حتى كتكملي تقريبا 800 درهم او 1000 درهم، عاد كيقدروا يصيفطوها لك. يعني الوقت اللي وصلتي فيه ل 800 ديال الدرهم عاد غادي يصيفطولك غادي يصيفطولك الارباح. يعني تقريبا سواء شهر سواء شهرين 3 شهور يقدروا ما يصيفطولك والو حتى توصلي 800 درهم عاد كيصيفطوها لك. وليكم ما تنساوش بارطاجيو القناه ديالي على وسائل التواصل الاجتماعي مع الناس صحابكم مع العائله ديالكم. حاولت في هذا الفيديو نعطيكم بزاف ديال المعلومات اللي تفيدكم الا بغيتوا تصيبوا قناه، ولا بالنسبه للناس اللي ناويين انهم يصيبوا قناه كنقول لكم الله يسهل عليكم وبالاصرار والعزيمه، واعطيو الحاجه اللي كتبغيوها ماشي ديروا شي محتوى اللي ما كتبغيوش باش تقدروا تصبروا وتكملوا فيه. حتىاش نقول لكم تبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاحباب والاصحاب والعائله ديالكم باش تعملوا الفائده، وباش اي واحد باغي يصيب قناه على اليوتيوب يستفد من هذه التجربه البسيطه ديالي. وان شاء الله انا غدا نشارك معكم يعني التطورات في القناه ديالي بعد ما نكمل 10 دولار وبعد ما وصلني ان شاء الله حساب ادسنس باذن الله غدا نعلمكم. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف 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 على الدعم ديالي. السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.